هاد الشهر ديال هاد الناير ولا ضروري نديرو حنايا هاد الناير هذا كنخرجوا للمحلات هكا بحال هكذا. هاد المحلات واخا هاد المنتوج معروض على طول السنه ولكن في هاد الموسم كيتعرض في الواجهه وكيتزين ويعني كيعطيه واحد الحجم كبير على السنه على طول السنه يعني كيكون هو بحال نقولوا بحال هو لو شارم ديال السوق. الان حنا كيحتفلوا بموسم ديال الناير، الناس كتاخذ الشيء ديال الفواكه الجافه، يكون عندهم اقبال كبير، مثلا الكرموس، التمر، الحلويات، الفواكه مثل الاناناس، وداك الشيء كيخلق لنا رواج كبير الحمد لله، وهذا الشيء يعني عادات وتقاليد ديالنا في الجهه الشرقيه. كنجيو كناخذوا الاخر منتوج ديال الاخر الفواكه الجافه وكناخذوا فواكه كناخذوا الحلويات فواكه الجافة بحال الكركاع بحال كيتواجد بكثره اللوز ديك بحال داك الكرموس اللي كنقولوا لها الشريحه الفواكه يعني كنديروا اناناس الاخر بانان تفاح والحلويات الشوكولات الحلوه الاخر المسكان المهم ديال الدراري هادشي باش يفرحوا. الفواكه الجافه نجيبوها للدار نجتمعوا عليها حنا العائله كامله ونفرقوا عليهم كل واحد كيدي داك الشيء اللي جا نديروها في الطبق ونحركوا وكنفرقوا عليهم وكيتشبه كيما نديروا الميكات شي ديال التبسيط كنجمعوا فيها هذه هي العاده ديالنا من الجدود ديالنا وكنشادينها فيها. شويه كثر نديروه يتفور نديروه في ملي حنا نعرفو يطاب نحطوه كنديرو فيها التمره
البركوك شوع اساسي في هذا الاكله هذه في يناير، هو الاساسي اللي كان حنا نزيدوا عليه التوابل وبصله مطيشه وصافي كل شيء. داك القطاني نديروها فيه ونزيدوا عليها ديك التمره الاساسيه، التمره اللي يلقاها هو المرزاق فينا وعنده الزهر وغادي زعما هو كبير العائله. هذا الشيء اللي كان